مرحب حبايبي، اليوم بدي اعمل انا وياكم بتيتو ويدجز بهيدا الشكل. عن جد بنصحكم تجربوا الطريقة، طريقة كتير كتير طيبة وافضل بكتير من الزيت المقلي. طريقة رح تعجب الجميع كتير كتير صراحة. هيدي الطريقة عجبت ولادي وعطول عطول عم بعتمدها بالوجبات عندي بالبيت بهيدا الشكل الحلو والرائع. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله. أول شي عنا حوالي 2 كيلو بطاطا، بدنا نقطعن أنا وياكن. طريقة كتير طيبة وعن جد بتجنن، أطيب من المقلي بالزيت. قبل ما استعمل البطاطا غسلتها، نقعتها منيح للبطاطا وغسلتها كمان منيح. بعد ما قطعت البطاطا هلا بدنا نكفي نعمل الخلطة انا وياكم. بحط ملح، زيت نباتي، سماق، ثلاث معالق صغار حطينا سماق. السماق بيعطيهم طعم حامضة خفيفة كتير كتير، بتطلع طيبة. منحط بهار البطاطا، أربع معالق صغار بهار بطاطا حطينا، خليتهم منيح مع بعض. بس خلطتهم منيح بحطهم على الصينية. هلا بحطهم بالفرن على درجة حرارة 220 من الأعلى والأسفل. هيدي البطاطا أخذت بالفرن 50 دقيقة. هيدي البطاطا اللي عملتها أنا وياكم. بتمنى الطريقة تكون نالت إعجابكم وتعملوا لايك وشير للفيديو. المشاهدين الجدد يشتركوا بصفحتي، وإن شاء الله بشوفكم بالفيديوهات الجاي. باي باي أحبابي.